بسم الله الرحمن الرحيم. سجلت اليوم رسميا في كلية الشريعة في جامعة الكويت بعد إعادتي للثانوية في المعهد الديني وحصولي على نسبة 92%. قد لا أكون محتاجا إليها اليوم، خاصة أنه عندي بحمد الله ماجستير في علم النفس، لكنني فرح جدا وسجدت سجود شكر وسأخبركم عن سر ذلك. قبل حوالي 26 سنة تخرجت من الثانوية العامة وكنت متفوقا في دراستي، لكن مثلي ممن لا يملك الجنسية كان لا يسمح له بالدراسة الجامعية. كنت أحفظ القرآن كاملا بحمد الله آنذاك، وكنت متوجها لطلب العلم، لكنني منعت من الدراسة الجامعية، فبدأت حياتي بائعا متجولا. وفي يوم من الأيام كنت حاط طاولتي بجانب أحد الأسواق المركزية، فجاءني مسؤول وقال لي: أتمنى ما أشوفك في هذا المكان عشان ما أعاقبك، مع أنه قد يكون معذور لأنه يؤدي عمل، لكن صراحة شلت عليه فتركت هذا المكان واشتغلت في أشياء أخرى. اشتغلت بائع رف ومندوب ومحفظ وسكرتير وكل شيء. حقيقة حرماني من الدراسة الجامعية سبب لي حسرة في نفسي وما زالت، لكن منذ ذلك اليوم إلى اليوم أجلس في مكتبتي 12 ساعة يوميا بحمد الله. بعد أن بلغت 30 سنة سمح لنا بالدراسة الجامعية خارج الكويت، فدرست علم النفس لسبب يطول ذكره حتى وصلت مرحلة الماجستير، والحمد لله استفدت كثيرا من جلوسي في مكتبتي. لخصت ما لا أحصي من الكتب، وكل الملخصات موجودة عندي ومصنفة تصنيفا موضوعيا. لم أتمكن من الدراسة الجامعية التي أريد، لكن عندي بحمد الله اليوم أكثر من 500 ساعة مرئية وصوتية وأكثر من 16 كتابا مطبوعا، والحمد لله أشعر بالمتعة والفخر. فمكتبي آثار الأعمال التاريخية صار له اسم في الخليج في توثيق الأسر والأعمال الخيرية والجهات الحكومية والأهلية، وقريبا بإذن الله سأطلق 3 مواقع إلكترونية: موقع في توثيق العمل الخيري الكويتي، وموقع في توثيق تاريخ أسر وقبائل الكويت، وثالث في أطلس اللهجات العربية. بالمناسبة المسؤول اللي طردني في أول حياتي هو الآن من ربع الخاصين، لكن ما يدري إن عبد العزيز العويد هو ذاك الشاب، وما حبيت أقول له عشان ما أحرج نفسي وأحرجه. أعرف أن مثل هذا قد لا يصلح ذكره، وأعتذر إن كنت أزعجتكم فيه، لكنني أشعر بالسعادة بحمد الله أنني وصلت إلى الهدف الذي أريد ولو بعد مدة طويلة.